بسم الله الرحمن الرحيم، معكم زميلكم صهيب الشبطات. إن شاء الله في هذا الفيديو راح نبدأ بشرح Chapter 2 بعنوان Atoms, Molecules and Ions، الذرات والجزيئات والأيونات. التوبيك اللي راح نشرحه راح يكون بعنوان Nuclear Structure and Isotopes، اللي هو تركيب الذرة والنظائر. أول إشي عنا بيقول لك إنه elements in the periodic table are symbolized as the following formula. في الجدول الدوري العناصر موجودة بهذا الشكل، بيحط لك رمز العنصر وبيحط لك رقم فوقه على اليسار ورقم تحته على اليسار. الرمز الكبير بالجدول الدوري بيمثل لي رمز العنصر، زي لما يحكي لي مثلا عنصر الصوديوم Na. الرقم اللي تحت على اليسار بيكون الاتوميك نمبر، او اللي هو العدد الذري للعنصر، زي مثلا للصوديوم 11. والرقم اللي فوق على اليسار هو بيمثل لي العدد الكتلي، اللي هي كتلة العنصر، اللي هو مثلا للصوديوم 23. هيك بيكون مكتوب بالجدول الدوري. فنشوف شو هي، شو معنى العدد الذري والعدد الكتلي او الماس نمبر والاتوميك نمبر. زد اللي هي هاي بتمثل لي زي ما حكينا الاتوميك نمبر، او اللي هو العدد الذري. شو هو العدد الذري؟ يعني عدد البروتونات في الذره، كم في بروتونات في الذره. البروتونات اللي هي الشحنات الموجبه الموجوده في نواه الذره، وهو نفسه بحكي لك بيساوي عدد الالكترونات، والالكترونات هي الشحنات السالبه اللي بتدور حوالين نواه الذره. وكونه الذره في الطبيعه بتكون بالوضع، خلينا نقول المتعادل، ما بيكون عليها شحنة موجبة أو سالبة، فعدد الشحنات السالبة اللي هي الإلكترونز في أي ذرة الأصل تساوي عدد الشحنات الموجبة اللي هي البروتونز. فبالوضع المتعادل للذرة أنا عندي number of protons بيساوي number of electrons، واللي هو نفسه Z وبحطه لتحت على اليسار من رمز العنصر. الماس نمبر هو العدد الكتلي، واللي هو بده يمثل لي كتلة العنصر. عشان يعني يحدد لي كتلة العنصر بده يحدد لي خلينا نقول كتلة أو كمية الأشياء اللي موجودة في هذا العنصر. هلأ إيش هي الأشياء الموجودة بالذرة؟ الذرة فيها بروتونات ونيوترونات وإلكترونات، بروتونز نيوترونز وإلكترونز. الأشياء اللي لها كتلة عن جد بتعمل وزن بالمقارنة مع بعضها البعض، يعني هي البروتونز والنيوترونز، بينما الإلكترونز كتلتها كثير صغيرة مقارنة فيهم وما بتنحسب. فA أو اللي هو الماس نمبر العدد الكتلي رح يعبر لي عن number of protons plus النمبر of neutrons، مجموعهم هو اللي راح يعبر لي عن كتلة الذرة. فإذا بدي أحسب النمبر of neutrons باخذ الماس نمبر الموجود بالجدول الدوري وبشيل منه الاتوميك نمبر اللي برضه موجود بالجدول الدوري لكل عنصر وبطلع معي. يعني لو يجينا على الصوديوم عندي أنا 23 الاتوميك ماس أو الماس نمبر، يعني ناقص 11 اللي هو الاتوميك نمبر تطلع معي 12 اللي هو عدد النيوترونات. ولاحظ انه عدد النيوترونز ما له علاقه بعدد البروتونز ولا بعدد الالكترونز، مش على عكس يعني البروتونات والالكترونات اللي عددها متساوي. سو زي ما حكينا الكونتنت اوف اتوم مكوناتها بروتونز ونيوترونز والكترونز. البروتونز لها كتله زي ما حكينا ومشحونه، وشحنه البروتونات موجب واحد. النيوترونز has a mass إلها كتلة وحسبناها بالعدد الكتلي فوق، لكن شحنتها neutral صفر. الإلكترونز does not have a mass أو هي إلها كتلة لكنها صغيرة صغيرة كثير، فهي تعتبر مهملة، لكنها charged شحنتها سالب واحد. فلما يكون الذرة فيها عدد بروتونات وإلكترونات متساوي تطلع بالنهاية ذرة متعادلة ما عليها شحنة. أعطيك مثال هنا. يقول لك if an atom has 11 proton and its mass number، الماس نمبر اللي هو z، عفوا اللي هو a الماس نمبر، الماس نمبر إلها 23، how many neutrons and electrons does it have؟ neutrons قلنا باخذ الماس نمبر وبشيل منه عدد البروتونات 23 ناقص 11 اللي هي 12. الإلكترونز هو نفسه عدد البروتونز اللي هي Z وبتساوي 11. مثال ثاني بيقولك What's the nucleic symbol؟ بده الرمز تاع العنصر لنيوكليوس that contain 16 protons and 16 neutrons. لاحظ هنا انه
صدفة بس تساوي عدد البروتونات والنيوترونات، ما في قاعدة بتقول إنه لازم يكونوا متساويين أو تبين علاقة معينة بينهم. فبيقول لك أنت بدك تطلع رمزه من الجدول الدوري. أنا عندي هذا X اللي هو رمز العنصر اللي أنا بدي أطلعه، فبدي أطلع له هسا Z وبدي أطلع له A. الـ A هي الماس اللي هي مجموع البروتونز والنيوترونز اللي عطيني إياهم بالسؤال، 16 زائد 16 عندي 32، راح أحطها فوق. والزد هي نفسها عدد البروتونز اللي هي 16، بروح بعديها على الجدول الدوري وبدور على ذرة عددها الذري 16 وعددها الكتلي 32 اللي هي بتكون عندي هنا عنصر الكبريت. طبعا هذا الجدول الدوري مش مكتوب بالصيغة الصحيحة يعني، لكن أنا حطيته عشان الأرقام فيه واضحة. طيب تعريف حاط لك هون عن النيوكليي، يقول لك atom characterized by atomic number and mass number. يعني لما أنا أوصف ذرة بأنها فيها 16 بروتون و16 نيوترون، أو عددها مثلا ذري 16 وعددها الكتلي 32، هذا يعني أنا بعرف إشي اسمه النيوكليي، هو بس يعني وصفي للذرة بكم فيها من atomic number و mass number. الآن نيجي للايزوتوبس أو اللي هي بالعربي هي النظائر. يقول لك تعريفها atoms whose nuclei have the same atomic number but different mass number. different mass number. هلا لما أحكي same atomic أنا عندي بقول لك إيش atoms، عندي عدة ذرات، خلينا نفترض إنهم مثلا هنا X و Y. يقول لك they have the same atomic number، نفس العدد الذري، يعني نفس عدد شو البروتونات. فهنا خلينا نحط رقم من رأسنا مثلا 5 وهنا 5. يقول لك but they different in mass number، معناها الفرق بينهم بإيش بده يكون؟ بالنيوترونات، عدد النيوترونات. وبما أنه الاختلاف بعدد النيوترونز فراح يكون الاختلاف عندي هون بالماس نمبر، كل واحدة حسب ما فيها نيوترونز. نفترض X فيها 5 نيوترونز فبصير عندي الماس إلها 10، بينما Y إلها مثلا 7 نيوترونز فبصير الماس إلها 12 mass number. فبحكي لك same number of protons لكن different number of neutrons. هذا تعريف الايزوتوبس، هاي الذرات اللي إلها نفس العدد الذري بنسميها النظائر. النظائر طبعا نسبة يعني منها موجودة في الطبيعة عادي، لكن بيكون في واحد منها إله أعلى نسبة وجود في الطبيعة والباقي موجود بنسبة قليلة. اللي إله أعلى نسبة وجود هو اللي بكون أنا حاطه في الجدول الدوري، بينما اللي نسبتهم قليلة لا. فمثلا بقول لك naturally يعني طبيعيا الأكسجين is a mixture of isotopes، مجموعة من النظائر بتكون الأكسجين. 99.759% يعني أعلى نسبة عبارة عن أكسجين 16. أكسجين 16 يعني أكسجين اللي الماس نمبر إله 16، لأنه إحنا قلنا الأتوميك نمبر هو ثابت إلهم كلهم اللي هو للأكسجين 8، بينما الماس نمبر في عندي 16 اللي هو الموجود بالجدول الدوري له أعلى نسبة. في واحد 0.037% أكسجين 17 وفي 0.204 أكسجين 18. هذا كله موجود في الأكسجين الموجود في الطبيعة، لكن كون النسبة الأكبر هي هاي فهاي اللي حطيناها بالجدول الدوري. لكن هذا لا يلغي وجود هذولا النوعين، اللي الأكسجين اللي فيته هذا مثلا بيكون فيته 8 نيوترونز، هذا 9 وهذا فيته 10 نيوترونز. Atomic mass and atomic mass unit. هلا بقول لك one atomic mass unit اللي هي بالعربي وحدة الكتلة الذرية، بيعبر لك عن بقول لك هي is a mass unit يعني وحدة لقياس الكتلة. لكن احنا حكينا مثلا بالوحدة الماضية انه وحدة قياس الكتلة هي الكيلوغرام بالاس اي يونت، وانت بتحكي عن اشياء حجمها يعني هي اشياء لا ترى بالعين المجردة، ف لما أوزنها بالكيلوغرام كثير أرقام راح تكون صغيرة. فاخترعوا لها العلماء وحدة لقياس الكتلة الذرية سموها الأتوميك ماس يونت AMU. قديش بتساوي هاي؟ 1 على 12 من كتلة ذرة الكربون اللي فيها الماس نمبر 12، لأنه الكربون برضو له آيزوتوبس وراح نفهمها هسا بس نحل الأمثلة. To calculate the atomic weight for a group of isotopes, multiply each isotopic mass by its fractional abundance, then sum the answer. شو يعني؟ هلا بقول لك أنا عندي مثلا زي ما حكينا قبل عندي في الأكسجين عندي له أكثر من نظير، عشان أشوف شو الأتوميك ويت لإلهم كلهيتهم
خلينا نقول ناخذ متوسط الكتلة تبعهم، بدي إني أضرب كتلة كل واحد بنسبة وجوده في الطبيعة، النسبة اللي حكيناها قبل، نسبة ضرب كتلة كل واحد، بعدين إيش بجمع الأنسرز، فبنسميها إيش هاي بسموها برضو Relative Atomic Masses. Relative Atomic Masses. فناخذ مثال عندنا هون، بيقول لك كروميوم اللي هو عنصر الكروم has the following isotopic masses and fractional abundance. Fractional abundance اللي هي نسبة وجوده في الطبيعة. والايزوتوبيك ماس اللي هي كتلة كل ايزوتوب او كل نظير. فبيقول لك what is the atomic mass of the chromium؟ عاطيك هون الماس نمبر، هون الايزوتوبيك ماس، وهون الفراكشنال ابندنس. انو اللي انا بدي اياه اخذه هو طبعا الايزوتوبيك ماس والفراكشنال ابندنس، لانه هذا بس اللي يفرق بيناتهم، اللي هي لما يقول لي مثلا CR 50 CR 52 وهيك، لكن مش هذا اللي بيعبر لي عن الكتلة الفعلية. الكتلة الفعلية بتكون قريبة منه، اللي هو مثلا بالنسبة لل 50 هي 49.9 ولل 52 51.9، هي بتكون قريبة عليها، لكن انا باخذ الايزوتوبيك ماس اللي عاطيني اياها بالسؤال، بضربها لكل واحد بالفراكشنال اباندنس، بيطلع معي اجابات. كل الاجابات الناتجه معي بدي اجمعها مع بعضها وبيطلع معي الاتوميك ماس للكروميوم. فانا عندي هاي اول واحد اللي هي 49.9461 ضرب الفراكشنال اباندنس تبعها، وللثاني وللثالث وللرابع بيطلع معي هاي الاجابات، بجمعهم بيطلع معي الـ AMU للكروميوم اللي هي الـ Atomic Mass Unit للكروميوم اللي هي 51.99. مثال ثاني بحكي لك if isotope chlorine 35 has a mass of 34.96885 and a fractional abundance of هالقد ايه؟ لمين؟ للكلوراين 35. طيب بقول لك an isotope chlorine 37 has a mass of 36.96590 and the atomic weight of chlorine is هالقد. اعطيك الاتوميك ويت لإلها. فايش بده؟ الفراكشنال اباندنس اوف كلوراين 37. هلا زي ما عرفنا انه الاتوميك ويت هو مجموع الماس اللي بيعطيني اياها بالسؤال، الايزوتوبيك ماس ضرب الفراكشنال اباندنس للكلوراين 35 وللكلوراين 37، كونه بس عاطيني اثنين ايزوتوب بالسؤال. فبعوض، عاطيني الاتوميك ويت بالسؤال، بعوض الماس تاعت كلوراين 35 والفراكشنال اباندنس اف اي اختصار فراكشنال اباندنس، برد بجمع لها الكلوراين ماس للكلوراين 37 اند بضربها بال شو اسمه بالفراكشنال اباندنس تبعها، بضرب هذول الرقمين بيطلع معي هذا الرقم هاي زائد هذول، برد بودي هذا على الجهة الثانية وبقسم على هذا الرقم، هاي بودي هذا بالطرح على الجهة الثانية وبطلع معي هذا الأرقام، بقسم على هذا على الطرفين عشان أخلي الفراكشنال أبندنس لحالها، بطلع معي الفراكشنال أبندنس 0.24227. في طريقة ثانية أبسط إذا كان الطلب هو الفراكشنال أبندنس، واللي هو أنا نسبة الوجود في الطبيعة بدها تكون واحد. واحد اللي هي نسبة واحد صحيح يعني لما نحكي عن الاحتمالات اللي هي بتمثل لي 100%. الآن أنا عندي اثنين isotopes بس، واحد منهم عاطيني الفراكشنال abundance تبعه اللي هي 0.75 خلينا نقول بشكل عام، فالثاني باخذ واحد أو اللي هي 100 يعني واحد ناقص ال 0.75771 بطلع معي الفراكشنال abundance للثاني اللي هي 0.24227. لأنه إيش؟ السم of all fractional abundance بيساوي واحد. دائما لما تجمعهم بيطلع معك الجواب واحد، لأنه هو بحكي لك عن نسب مئوية، فدائما مجموع النسب المئوية هي 100% واللي هي واحد. هاي حلل لك إياها، واحد بتساوي fractional abundance للكلوراين رقم 35 زائد fractional abundance للكلوراين 37. واحد بتساوي هاي من السؤال، وهاي اللي بدي احسبها، بطرح هاي من الجهتين بيطلع معي الفراكشنال اباندنس للكلوراين 37. شوف كمان مثال، بقول لك if the relative atomic mass for chlorine is 35. relative atomic mass هي نفسها لما يقول لي الاتوميك ويت للكلوراين،
and the mass of chlorine 35 كانت هالقدة وللكلوراين 37 هالقدة. عطيني الماسز تبعتهن والريلاتيف اتوميك ماس. فبقول لك بده الفراكشنال اباندنس للكلوراين 37. هذا تقريبا بيشبه المثال اللي قبلي الا انه مش معطيني الفراكشنال اباندنس تبع الكلوراين 35. بده اياني احسب تبع 37 بس مش عاطيني تاع 35. فهيك راح يصير عندي لما احط المعادله الاتوميك ويت بتساوي الكلوراين 35 ضرب الفراكشنال اباندنس تبعها زائد الكلوراين 37 ضرب الفراكشنال اباندنس تبعها. صفى عندي مجهولين اللي هو الفراكشنال اباندنس تبع كلوراين 35 والفراكشنال اباندنس تبع الكلوراين 37. عشان اخلي المجهولين مجهول واحد بدي علاقه تربط ما بينهم، واللي هي زي ما حكيناها فوق انه واحد بتساوي الفراكشنال اباندنس للكلوراين 35 زائد الفراكشنال اباندنس للكلوراين 37. وكونه هو طالب مني بالسؤال 37 فانا بوحدهن على 37، فباخذ فراكشنال اباندنس لل 35 وبحط انها تساوي 1 ناقص فراكشنال اباندنس للكلوراين 37 وبعوضها في السؤال زي ما انا عامل هون. هون عوضنا الارقام اول شيء اللي من السؤال، بعدين حطيت هاي الاتوميك ويت اللي عندي اياها، هاي الماس تاعت الكلوراين 35 والفراكشنال اباندنس تبعها اللي هو 1 ناقص الفراكشنال اباندنس للكلوراين 37 زائد الماس تبعت كلوراين 37 ضرب الفراكشنال اباندنس تبع الكلوراين 37. صفى عندي في المعادله الاثنين فراكشنال اباندنس للكلوراين 37 اللي هو انا بدي احسبه. فايش بسوي هنا؟ بوزع الضرب على الطرح، بصير عندي 34.97 ضرب 1 اللي هي 34.97 ناقص 34.97 ضرب الفراكشنال اباندنس للكلوراين 37 زائد 36.97 ضرب الفراكشنال اباندنس للكلوراين 37. لان عندي هنا نفس خلينا نقول المتغير فبجمع هذول بجمعهن. عندي انتبه انه هذا موجب وهذا سالب، فاللي راح يصير فعليا طرح ما بين ال 36.97 وال 34.97. فهي الاتوميك ماس اللي عندي من السؤال وهذا الرقم زي ما هو نزل زائد 2. نتيجة جمع هذول الرقمين هي موجب 2، فبصير عندي موجب 2 ضرب الفراكشنال اباندنس للكلوراين 37. بطرح عشان هذا الرقم من الجهتين عشان اوديه هنا، فبصير عندي 0.48 بتساوي 2 في الفراكشنال اباندنس للكلوراين 37. وبقسم الطرفين على 2 عشان اطلع الفراكشنال اباندنس للكلوراين 37 واللي بيطلع 0.24. بقول لك atomic masses are measured by a mass spectrometer. هذا الجهاز اللي بيستخدموه في قياس الكتل الذرية اسمه السبكتروميتر، mass spectrometer أو بالعربي منطياف الكتلة. نيجي الآن لموضوع ثاني اللي هو تسمية المركبات الكيميائية. بنتعلم هسة تسمية المركبات الكيميائية أو بنسميها chemical nomenclature. بدنا نحكي بالأول عن بعض خصائص الجدول الدوري عشان هاي الخصائص راح تساعدنا كثير في التسمية وتسهل علينا الموضوع. بقول لك أول شيء إنه البيريودك تيبل أو التيبل جدول الدوري contains two main group، group A وgroup B. يعني مجموعتين أساسيات بالجدول الدوري A وB. A بتنقسم لثمان مجموعات وبنسميها المين جروب، وB بنسميها الترانزيشن ميتالز أو الفلزات الانتقالية. إذا جينا على صورة الجدول الدوري هنا، طبعا في جزئيات مش مبينة في الصورة فوق اللي هم الهيدروجين والهيليوم. أنا عندي هنا جروبات A، هاي A1 وهاي A2 وهنا A3 A4 A5 A6 A7 وهاي A8، ثمان مجموعات لـ 8. وهذول اللي هنا اللي من عند الـ ZN هنا لعند الـ SC، هذول لتحت هيك اللي هي الترانزيشنال ميتال اللي هي الفلزات الانتقالية أو جروب B. الإليمنتس in the periodic table I divided into three main groups three main types. في عندي العناصر بالجدول الدوري تنقسم لثلاث أنواع: metals اللي هي المعادن، metalloids اللي هي شبه خلينا نقول معادن، ونون metals اللي هي لا معادن. الميتالز وين بلاقيها بالجدول الدوري؟ جروبات A1 A2 A3 لكن باستثناء الهيدروجين والبورون.
صور المجموعات الأولى والثانية والثالثة من جروبات A بدون الهيدروجين والبورون وكل مجموعات B. فلو نرجع على الجدول الدوري، أنا عندي المجموعة الأولى هون كلهم ميتالز، المجموعة الثانية هون كلهم ميتالز، المجموعة الثالثة في أولها بس عنصر البورون، هذا لا يعتبر ميتال، الباقي كلهم ميتالز، وعندي هون جروب B كاملين كلهم يعتبروا ميتالز، معادن. ميتالويدز هم كم من عنصر بس في الجدول الدوري، والنون ميتالز هم جروب A5 A6 A7 و A8 وبالإضافة للكربون من جروب 4. يعني بالجدول الدوري جروب 4 بس الكربون منه، هيهم باللون هذا الرمادي هم الميتالويدز بالجدول الدوري، مش مطلوب تحفظوهم إلا البورون. الكربون بالإضافة لجروب 5 و 6 و 7 و 8 هذول اللي يعتبروا النون ميتالز أو اللامعادن. في بعض خلينا نقول الخصائص اللي بدنا نحكيها عن ذرات الجدول الدوري وشحناتها. أول شيء لما نحكي مصطلح جديد راح تتعلموه اللي هو الكاتايونز. تعريف الكاتايون هو البوزيتيفلي تشارجد أيون، الأيون موجب الشحنة. كيف بتكون؟ بتكون من الميتالز اللي حكينا إنهم المجموعة الأولى والثانية والثالثة بدون طبعا الهيدروجين والبورون وكل جروب B. هذولا بيكونوا لي شحنات موجبة. الشحنة الموجبة أنا بسميها كاتايون. كيف تتكون هاي الشحنة الموجبة؟ عن طريق إنه الذرة تخسر إلكترون. تخسر إلكترون وبتأخذ بداله positive charge اللي هي الشحنة الموجبة. ليش؟ لأنه الإلكترون سالب الشحنة. مجرد إحنا قلنا الذرة بوضعها المتعادل بكون فيها بروتونات موجبة وإلكترونات سالبة بنفس الكمية. متى ما خسرت إلكترونات سالبة الشحنات الموجبة راح يصير عددها أكبر وتعطي شحنة للذرة. أعطيك إكزامبل، الصوديوم فيها 11 إلكترون و11 بروتون. هاي الصوديوم المتعادل. الـ Na+ صار عندي هون شحنة موجبة، فإيش بده يكون صار؟ بدها تكون خسرت إلكترون أو خلينا نقول نظرياً كسبت بروتون، بس بروتونات ما بتتحرك، ففعلياً هي يا خسرت يا كسبت إلكترونات، هي فعلياً إيش؟ خسرت إلكترون، راح منها شحنة سالبة، فصار عليها شحنة واحدة موجبة. فصار عندي بالـ Na+ 10 إلكترونز و11 بروتون. بينما الأنيونز، الأنيونز هي الشحنة السالبة، الأيون ذو الشحنة السالبة. كيف بتكون هاي الشحنة السالبة؟ أو من وين بتتكون؟ بالبداية بتتكون من النون ميتالز اللي هم جروب 5 و 6 و 7 و 8. الأتومز بصير لها إنها كسبت إلكترونات، كسبت إشي سالب فأعطاها شحنة سالبة، فإيش؟ gain a negative charge. فمثال بقول لك الكلوراين أتوم has 17 إلكترون و17 بروتون بوضعها المتعادل. لما صارت Cl- صار عندي أنا 18 إلكترون و17 بروتون. بشكل عام الذرة لما تكون بشكلها المتعادل بنسميها أتوم، يعني الذرة، بينما لما تكون بشكلها المشحون سواء موجب أو سالب بسميها أيون أو أيون يعني. فالأيون يا بيكون موجب يا سالب، والأتوم هي المتعادلة. هنا حاطط لك قواعد for predicting charge on a monoatomic ion. كيف أحدد الشحنة لmonoatomic ion؟ لأيون بتكون من ذرة واحدة، لأنه راح نحكي لبعدين عن أيونات بتتكون من أكثر من ذرة. فلذرة واحدة كيف بدي أحدد شحنة الأيون؟ يقول لك the most main group metallic element. main group مين هم؟ اللي هم group A. metallic element اللي هم 1 و 2 و 3. إذا بجروب A1 و2 و3 الشارج شو القاعدة عندهم؟ إنه الشارج بتساوي الجروب نمبر، يعني عناصر المجموعة الأولى بتكون شحنتهم موجب 1، المجموعة الثانية موجب 2، المجموعة الثالثة موجب 3. فعندنا مثلا المغنيسيوم من جروب 2 شحنته موجب 2. هذا لو بدي أسأل مثلا أنا كم إلكترون خسر أو كسب، هتقول لي إنه خسر إلكترونين فكسب شحنتين موجبات. الألمنيوم من المجموعة الثالثة شحنته موجب ورقم المجموعة اللي هو موجب 3، كم خسر أو كسب إلكترونات؟ خسر 3 إلكترونات. هاي القاعدة الأولى. القاعدة الثانية بقول لك some metallic elements with high atomic number اللي هي بتكون لتحت بالجدول الدوري عددها الذري كثير كبير have إيش more than one
كاتيون، إلها أكثر من شحنة موجبة، أكثر من حالة. يا إما بتكون الجروب نمبر نفسه أو بتكون الجروب نمبر ناقص الاثنين. فمثلا عندك عنصر الرصاص، لو رحنا على الجدول الدوري بتلاقي إنه عنصر الرصاص موجود هون في المجموعة الرابعة، وهو جاي لتحت في الجدول الدوري، عدده الذري 82، يعتبر عدده الذري كبير. فعنصر الرصاص بحكي لك هو جروب 4، فشحنته أول شحنة له هي الجروب نمبر عادي BB بلس 4، لكن إله واحدة ثانية اللي هي ناقص 2، فبتصير BB بلس 2، 4 ناقص 2 بتصير بلس 2. هاي القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة Most transition element اللي هي الفلزات الانتقالية have more than one cation، برضو إلها أكثر من حالة، واحدة منهن بالعادة بتكون موجب 2. إذا مش زي اللي قبل اللي هي بتطرح 2 من العدد بتاع الجروب نمبر، هون الجروبات بي ما في جروب نمبر عندنا، فواحدة منهم دائما موجب 2 بأغلب الأحيان، وواحدة منهم بتكون غير عنها أكثر أو أقل. فمثلا عندنا ذرة الحديد Fe من الفلزات الانتقالية، واحدة منهن بتكون Fe plus 2 والثانية عندنا إياها Fe plus 3. الـ Cu أو اللي هو الكبر النحاس، واحدة منهن زي ما حكينا Cu plus 2 والثانية Cu plus. والقاعدة الرابعة بقول لك non-metallic main group، زي group non-metallic زي ما حكينا non-metals اللي هم group 5 و 6 و 7 و 8 من المين group اللي هم group A، هذول إيش القاعدة تاعتهم؟ charge بتساوي group number ناقص 8. فنأخذ مثلا عنصر بالمجموعة الخامسة ناقص 8، بطلع الجواب سالب 3، واللي هي شحنة أيون النيتروجين N-3. فمثال حط لك هنا الأكسجين، الأكسجين موجود بجروب 6 6-8، عندي minus 2 واللي هي شحنة أيون الأكسجين. في هاي المقدمة عطينا بعض خصائص الجدول الدوري وتقسيم الجدول الدوري لمجموعات وميتلز ونون ميتلز. حاولوا انكم تراجعوهم، رح يساعدونا كثير ورح نستعملهم كثير في الفيديو القادم ان شاء الله في التسمية. يعطيكم العافية.